فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يستقبل بالقصر الرئاسي أعضاء الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء المشاركين في اختتام أعمال ملتقى عرض التقرير السنوي للآلية. وزير البنية التحتية والطرق وفك العزلة عبد الرحمن مختار محمد يفتتح الانطلاقة الرسمية لدراسة الجدوى لمشروع السكة الحديدية بين البلاد وجمهورية السودان. فندق هيلتون يشهد التوقيع على اتفاقية عمل وشراكة بين الحكومة التشادية وسويسرا. وقع على اتفاقية من الجانب التشادي وزير البيئة والمياه والصيد صديق عبد الكريم حجار والسفير السويسري لدى البلاد. السابعة مساء بتوقيت العاصمة أنجمينا، يسعدنا أن نصطحبكم في عرض النشرة الرئيسية لهذا المساء، أهلا وسهلا بكم. استقبل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي أعضاء الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء المشاركين في أعمال ملتقى عرض التقرير السنوي للآلية. زينب سليمان. بعد ترأسه لاختتام أعمال ملتقى عرض التقرير السنوي للآلية الأفريقية لتقييم من قبل النظراء يوم أمس، والتي بدأت أعمالها منذ 18 يوليو الجاري بالعاصمة إنجمينا، وباعتباره الرئيس التنفيذي للآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء، استقبل صباح الجمعة 22 يوليو 2018 فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي أعضاء الآلية برئاسة مديرها التنفيذي وعدد من وزراء الآلية المحوريين للدول الأفريقية التي شاركت في أعمال الملتقى، إضافة إلى الخبراء المحوريين للآلية في مختلف الدول الأعضاء، من بينهم ممثل البلاد المحوري في الآلية السيد خيار عمر ديف الله. وخلال أكثر من ساعة عرض الوفد لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو عدد من الملفات التي نوقشت في الملتقى، وخاصة التقرير الخاص بشأن الحكم الرشيدة والتنمية والخطة الخماسية للآلية المتعلقة بشأن التنمية في البلدان الأفريقية، والتي من المفترض أن تعرض في قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة، خاصة مسائل الحكم الرشيدة في الدول الأفريقية، وكذا الملفات المتعلقة بالتنمية والتقديم التنموي في الدول الأعضاء. كما تناول اللقاء عدد من القضايا والمشاكل التي تخص الآلية وسير عملها ونشاطاتها. وقدم خلال ذلك أعضاء المايب شكوى إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو باعتباره الرئيس المحوري للملتقى الأفريقي، وتضمنت هذه الشكوى متأخرات دفع الرواتب وتأخير دفع المساهمات من قبل الدول الأعضاء، والأمر الذي شكل عقبة في سير عملية الآلية. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من جانبه أكد لهم بأنه سيعرض هذه الشكوى في قمة الاتحاد الأفريقي المزمع انعقادها في العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال نهاية شهر يونيو الجاري. من جانبه طلب فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من أعضاء الآلية ضرورة تناول الجوانب السلبية في كل تقريرهم سواء إيجابي أو سلبي، وأكد لهم أيضا بأن الدول الأفريقية الأخرى ستنضم إذا باشرت الآلية في تقييم عملها بشكل جيد. وننوئ أن مشاركات بلادنا تشاد في الآلية فيما يتعلق بدفع المساهمات كلها تجري بشكل جيد منذ تأسيس الآلية. السيدة منى عمر عضو بالآلية الأفريقية صرحت لنا بالتالي عقب لقائهم برئيس الجمهورية. الهدف من المقابلة كان الالتقاء بالسيد الرئيس بوصفه رئيس للمنتدى الخاص بمراجعة النظراء، هو حاليا رئيس المنتدى. الرسائل التي تم إبلاغها للسيد الرئيس خاصة بأنه بنطلب منه الاتصال بنظرائه باقي رؤساء الدول لزيادة عدد الدول التي تنضم إلى هذه الآلية الهامة جدا التابعة للاتحاد الأفريقي، وطلب أن هم يقوموا بتسديد مستحقاتهم أيضا كما فعلت التشاد، كل مستحقاتها تم تسديدها. ثم الأهم أيضا أنه كنا بنهنئه مرة أخرى بالتقرير الذي تم إعداده عن تشاد وما أبرزه من نقاط إيجابية شديدة، ويعني فوجئنا بأنه السيد الرئيس بيتكلم عن أنه الأهم من النقاط الإيجابية النقاط السلبية، اللي يجب وضع خطة عمل للقضاء على أي سلبيات تواجه العمل في تشاد وفقا لهذا التقرير،
وقد أشاد بالآلية، آلية مراجعة الوزراء وأهميتها بالنسبة للقارة الأفريقية، وتعهدنا بأن احنا سنتعاون معه خلال فترة رئاسته التي تستمر لمدة عامين على النهوض بآلية مراجعة الوزراء. بالذكر أن الآلية الأفريقية للتقييم من قبل الوزراء تمت بموافقة من القادة الأفارقة في قمة الاتحاد الأفريقي والتي احتضنتها العاصمة النيجيرية أبوجا عام 2003. منذ ذلك الوقت أصبح الآلية الأفريقية للتقييم من قبل الوزراء قيد العمل والتنفيذ ورفع التقارير المتعلقة بتقوية الحكم الرشيدة وملفات التنمية والتقدم في القارة السمراء. هذا ولقد استلم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرئيس الدوري للآلية الأفريقية للتقييم من قبل الوزراء التقرير الرسمي الذي قدم من قبل لجنة الآلية حول عدة مواضيع تتعلق بالأوضاع في تشاد. حسن جدا. تخطو القارة السمراء خطوات متقدمة في مجال ترشيد الحكم وتحقيق التنمية الاقتصادية من أجل التغلب على واقعها المعاصر من تخلف وصراعات ومشاكل أخرى، فأنشأت العديد من المنظمات القارية والإقليمية التي تعد الآلية الإفريقية للتقييم من قبل الوزراء واحدة منها، وأن هذا التقرير الرسمي الذي قدمه خبراء الآلية عن تشاد أمام رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بصفته الرئيس الدوري للآلية يأتي ضمن أنشطة الآلية بالدول الأعضاء فيها، حيث يتكون التقرير من 300 صفحة موزعة إلى 7 فصول تناول مواضيع عدة عن البلاد، السياسة الحكومية، الديمقراطية ومؤسسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ونظرا لكونها كيان يسعى لتشجيع الدول الأعضاء للمشاركة في ضمان أن تكون سياستها وممارستها تتفق مع القيم السياسية والاقتصادية، فقد جاءت النقاط الإيجابية التي وردت في تقريرها عن البلاد عن النحو التالي: إنشاء الإطار الوطني للحوار السياسي، وكذا الهيئة الوطنية لمراقبة العائدات البترولية، أضف إلى ذلك إعادة مراعاة البنود الخاصة بحماية الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين. ومن المواضيع ذات الأولوية التي تناولها التقرير أيضا تسارع وتيرة الحكم السياسي في تشاد، والذي شجع ممثل الآلية بالبلاد خيار عمر ضيف الله الحكومة التشادية على تنفيذه وجعله حقيقة. عقب ذلك جاءت لحظة تسليم هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. بعد تسلمه للتقرير أشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بجهود اللجنة لإعدادها هذا التقرير الذي قال إنه يتماشى مع نظام الحكومة التشادية في مجال تحقيق الحكم الرشيد. اعتمد نواب الجمعية الوطنية على بالإجماع على تقرير التحقيق البرلماني حول المنظومة التربوية بالبلاد والسياسة الوطنية للشباب بعد 4 أيام من المناقشات الجادة حول هذا التقرير. وبعيد اعتماد هذا التقرير من قبل نواب الجمعية الوطنية عبر رئيس لجنة التحقيق موسى خدام عن انطباعته، نستمع. 132% في 168 ده سكور العديد المرة واحد، عشان ما في لا وما في نادم بقول ما لماني، كله قالوا نعم أو ده، ده شيء عديد المرة واحد. ومجل قلتها هنا بعدين دخلوا أشياء السيمينار من منسترات، عشان الرابور ده يبقى رابور قوي. ونشكر حكومة عشان منسترا زي شفتم جو في 4 أيام قاعدين معنا، شاركوا قدموا أفكارهم وقالوا هم بري عشان شيء ده يشيلوا مش الفيدروت يعني عملهم، وده شيء عديل. وبعدين قلت شيء واحد بس ما عجباني، إذا كان أنت نادم دولة وما تفند أشياء وايدين، شيء بيكوس دين وشيء بيكوس تربية وتعليم، خاصة كان تبقى ديبيتي شيء مثل ده موسف وما أجبانا كامل. أين ما قلنا دين إسلام أين ضده، لا أنا محدث مسلم، لكن قلت إذا كان نادم إنسان بس شال أولاد
وخشب في كداده سوى كوازي وقاي ألمهم ده واجب حكومة تشيف شيء اللي يألم فوق. وبعدين قلت أولاد ديل ده كان وايد لقي 18 سنة هل ألمنا خدمة ولا أنتنا فكرتو إلم ولا ولا خلاص ألمنا قرآن بس ونقلو كده. وكان قال السوسيتي ما أنتني شيء وكلمني كي أنا نبقى جديدة مثل حسا شيء الحاصل في يا الفرنسا وايدين الولدوم وحكومة ما أنتتهم انستركسيون أديل وما فكرت فوقهم ده ما مشوا جهاد وقبلوا ضد لي سوسيتي أنا دونك كان واجب لفن دكوان ده شيء في كس تربة وتعليم ده كان نادم أنت تقول تخدم في الدولة ده كان واجب ما تخلبت أشياء. افتتح صباح اليوم وزير البنية التحتية وفك العزلة عبد الرحمن مختار حجار الانطلاقة الرسمية لدراسة جدوى مشروع السكة الحديدية بين البلاد وجمهورية السودان بحضور السفير السوداني لدى البلاد سعادة عبد العزيز صالح وعدد من فني وزارة البنية التحتية إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين. محمود موسى الفيل. تشاد والسودان دولتان تربطهما علاقات متينة في العديد من المجالات منذ زمن بعيد، وفي هذا الإطار جاءت مناسبة الانطلاقة الرسمية لدراسة الجدوى لمشروع السكك الحديدية الذي يمتد من مدينة بورسودان السودانية وصولا إلى العاصمة التشادية إنجمينة. بدأت المناسبة بعرض موجزي للمشروع قدمه المدير العام للهيئة الوطنية للسكك الحديدية المهندس جيكولوم مياودو، الذي قال إن مشروع السكك الحديدية في المناطق التشادية يبدأ من مدينة أدريا الحدودية مرورا بمدينة أبشا وأم حجر وآتيا وأنغورا والمساجد والجرمايا ومنها إلى العاصمة أنجمينة. نتمنى أنه ننجز العمل في هذا المشروع الهام حتى نتمكن من تقديمه للقيمة الأفريقية المزمع عقدها في سبتمبر من هذا العام. تنفيذ مشروع السكك الحديدية بالدولتين الشقيقتين يؤكد مدى اهتمام الزعيمين فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والسوداني المشير عمر أحمد حسن البشير بالشعبين لأجل تطوير سبل التواصل والتعاون المشترك وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة. ونتمنى أن يكتمل هذا العمل وهذا المشروع الكبير قريبا حتى يحقق الأهداف التنموية لكلا البلدين الشقيقين ولقارتنا الأفريقية الفتية. في كلمته الافتتاحية للانطلاقة الرسمية لمشروع السكك الحديدية بالسودان وتشاد أكد وزير البنية التحتية والنقل وفك العزلة عبد الرحمن مختار محمد أن تنفيذ هذا المشروع الحيوي يعد ضمن الوعود التي وعد بها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في حملاته الانتخابية للعام 2015، مشيرا إلى أن المشروع يسهم في ربط البلدين في عملية التواصل بين الشعبين بغية تحقيق الأهداف التنموية الواعدة. للتذكير فإن تنفيذ مشروع السكك الحديدية بالدولتين يدخل ضمن برامج الخطة الوطنية للتنمية التي انعقدت في سبتمبر المنصرم بالعاصمة الفرنسية باريس. شهد فندق هيلتون التوقيع على اتفاقية عمل وشراكة بين الحكومة التشادية وسويسرا. وقع الاتفاقية من الجانب التشادي وزير المياه والصيد صديق عبد الكريم حجار والسفير السويسري المعتمد لدى البلاد. تنصب الاتفاقية على دراسة وتنفيذ مشاريع تتعلق بالمياه الصالحة للشرب. محمد عثمان بشير. في إطار الشراكة القوية والتعاون الدبلوماسي المتين الذي يجمع بين تشاد وسويسرا تأتي هذه الاتفاقية التي وقعت بين الحكومة التشادية التي مثلها وزير المياه البيئة والصيد صديق عبد الكريم حجار وسويسرا ممثلة في سفيرها المعتمد لدى البلاد إريك مايورا، حيث تضمنت هذه الاتفاقية 4 بنود تلزم بموجبها الطرفين العمل به حسب ما يمكن من أجل الوصول إلى أهداف مشتركة. تشاد انجاجي في 4 حاجات. قلنا اول حاجه اننا نسوي سيكوريتي انا السي دي جي معناتها السنترال قاعد يسوي فوق كارتوغرافي انا ريسورس انودا، والثاني قلنا نجيبوا دعم انا الحكومه انا تشاد فاند كونتر بارتي معناتها
وفي كوادر نمشي نعطيهم في السديجة عشان يقدموا معهم. ده كله جابوا ديماند وعنينا ردينا فوقها في البروتوكول ده كور ده وقعنا قلنا نجيب لهم كوادر عشان يخدموا معهم. والتكوين أنا أنت ناس أنا فراج دول أنا كيف يعدلوا عشان بروفيشنال أنا تكنيسيان دقاق ده ما عندنا. دونك بروجي ده بروجي كبير مرة هاي وأسا قاعدين فاز تنين فاز التالي ده كله يبدأ مارس أبريل 2019 ده يبدأ مرة التالي. هذا وأكد الوزير بأن سويسرا وعبر مشروع التعاون السويسري قد قدمت الكثير في مختلف المجالات الحيوية، خاصة ذلك المشروع الذي يتعلق بالمياه الصالحة للشرب وأيضا مشروع البحث والتعليم. حسب الوزير فإن هذه الاتفاقية سوف تساهم في حل المشكلة المتعلقة بندرة المياه الصالحة للشرب في كافة الأراضي الوطنية بشكل نهائي. اختتم صباح اليوم أعمال ورشة اعتماد استراتيجية تطبيق الثنائية اللغوية في مجال التعليم. ترأس الاختتام وزير التربية الوطنية وترقية المواطن أبو بكر صديق شروبة. خليل حسن. في إطار مشروع الشراكة بين تشاد وتونس وبدعم من البنك الإسلامي للتنمية، بدأت أعمال ورشة اعتماد استراتيجية تطبيق الثنائية اللغوية في مجال التعليم، وذلك من خلال القيام بإجراء دراسة تحليلية للصعوبات التي تعيق التعليم الثنائي في تشاد. وقد شارك في هذه الورشة كوادر من وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة وبعض من مسؤولي وزارة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني والأسرة وكذا مسؤولي وزارة الثقافة والشباب والرياضة. ونظرا للبطء الملاحظ في تطبيق الثنائية اللغوية بالشكل المطلوب وغياب الاستراتيجية الملائمة لتطبيق الثنائية في تشاد، رفع المشاركون توصيات أهمها تفعيل النصوص المتعلقة بالثنائية في تشاد، صياغة معايير وضوابط الكفاءة عند المعلمين بغية تعميم الثنائية، تطبيق الاستراتيجية الخاصة بالتعليم الثنائي في جمهورية تشاد ابتداء من العام الدراسي 2018-2019 في جميع المراحل الابتدائية للمدارس التشادية. وفي ختام هذه الورشة تحدث وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرومة عن أهمية الثنائية اللغوية بالنسبة للمراحل الأساسية في التعليم العربي والفرنسي. طبعا الخبراء درسوا هذه المسائل من جوانب قانونية، من جوانب بيداغوجية، من جوانب عملية، واعتمدوا خطة، وهذه الخطة تسمح لنا بأن نطبق كما رأيتم تعليم اللغات هذه اللغتين الرسميتين للدولة في المدارس، سواء كان في المدارس الفرنسية تدرس اللغة العربية وفي المدارس العربية تدرس اللغة الفرنسية من السنة الأولى. إن هذه الورشة التي استمرت 3 أيام تدخل ضمن مساعي الحكومة ومبادراتها في تطبيق الثنائية اللغوية وجعلها حقيقة في الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات الخاصة والحكومية بالبلاد، كما تؤكد مدى العلاقة الوطيدة بين البلاد وجمهورية تونس الشقيقة. نظم صباح اليوم برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية ورشة عمل للمصادقة على استراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الخاص بحضور الأمين العام بوزارة المناجم والتنمية الصناعية التجارية هارون أبا آدم، والمزيد في هذا التقرير. بدعم مالي وفني من برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية بينيد، نظمت هذه الورشة للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الخاص. وفي افتتاح أعمال الورشة تحدثت المديرة القطرية للبرنامج الإنمائي التابع للمنظومة الأممية كالور فلور، والتي أشادت بترحيب الحكومة التشادية للعمل المشترك في هذا المشروع الطموح، مؤكدة أن ترقية القطاع الخاص كانت في صدارة جدول أعمال الطاولة المستديرة لدعم الخطط الوطنية PND والتي انعقدت في شهر سبتمبر من العام 2017 بالعاصمة الفرنسية باريس، وأن الوثيقة التي ستنبثق عن هذه الورشة يجب أن تصاغ بشكل مهني ودقيق وقابل للتنفيذ، كما ينتظر أن تكون في متناول الشركاء. وأكدت التزام برنامج الأمم المتحدة للتنمية بينيت لمواصلة دعم تشاد في سعي للتوصل إلى أهداف الألفية من أجل التنمية. أما الأمين العام لوزارة المناجم وتطوير الصناعة والتجارة والقطاع الخاص طاهر
مورنو آدم قال إن الحكومة حريصة على تأمين إدارة مسؤولة وبكل شفافية لعائدات التعدين من الضرائب والإيرادات الأخرى، وأن الاستراتيجية المزمع اعتمادها ستكون فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين بإقامة مشروعات إنمائية على حساب القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد الوطني. وأكد أن الحكومة التشادية تولي اهتماما كبيرا للاستثمار وخاصة الترويج للمنتجات الوطنية. ومن ناحية أخرى أشار إلى أن الخطوة الجديدة والعملية ستهيئ بيئة الأعمال وتمنح حظا أوفر للمقاولين التشاديين من أجل إحراز تقدم في مجال القطاع الخاص. أقام سفير الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد مساء أمس مأدبة عشاء على شرف السفير السعودي الجديد لدى تشاد سعادة جميل عبد الرحمن بحضور عدد كبير من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد. محمد طاهر صالح. تتميز تشاد بعلاقات دبلوماسية واسعة سيما مع العالم العربي، وبعيد تعيين السفير السعودي لدى البلاد سعادة جميل بن عبد الرحمن شتى، فقد نظم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتشاد سعادة محمد علي الشامسي مأدبة عشاء على شرف السفير السعودي الجديد. طبعا نحن نتشرف بوجود سعادة السفير جميل سفير خادم الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية. هذا إضافة جديدة للمجموعة العربية وتطوير العلاقات بين المجموعة العربية وجمهورية تشاد. بدوره سفير المملكة العربية السعودية جميل بن عبد الرحمن شكر السفير الإماراتي على هذا التكريم. سفير دولة الإمارات العربية الشقيقة على هذا على هذه الحفاوة وهذا التكريم الذي حظيت به الليلة، وإن شاء الله يعني كما هذا نتمنى أن نكون إضافة إلى المجموعة العربية اللي موجودة هنا، وأن نكون إن شاء الله عونا لهم إن شاء الله بمشيئة الله، وإن شاء الله نسعى إلى تطوير العلاقات السعودية التشادية والسعودية والتشادية العربية إن شاء الله. كما عبر سفراء المجموعة العربية بتشاد كل من السفير المصري أدهم محمد نجيب والسوداني عبد العزيز حسن صالح والمغربي عبد اللطيف الرجع عن انضمام السفير السعودي للمجموعة، متمنين له إقامة سعيدة وعمل موفق. نظمت دورة تدريبية لمجموعة من قوات الأمن الدرك الوطني والأمن حول فنون حول فنون مكافحة أعمال الشغب والإرهاب في ضفاف نهر شاري والمناطق المحيطة. تستمر الدورة لمدة أسبوع كامل ممولة من قبل الشركاء في هذا المجال. أحمد ياسين. هذا هو نهر شاري، محل إقامة دورة تدريبية الخاصة بمكافحة الشغب والإرهاب في المناطق الحدودية على ضفاف النهر، والتي خصصت لعدد كبير من قوات الدرك الوطني والأمن على شكل دفعات يتلقون خلال أيام الدورة معلومات مهمة عن الإرهاب وكيفية التصدي له ومحاربته، بالإضافة إلى الجوانب التطبيقية والعملية. من جهته الخبير الفرنسي توليد كلود قال إن هذه الدورة مفيدة للغاية لأنها تفيد هذه القوات الخاصة للقيام بالمهمة الموكلة إليهم على أكمل وجه، وأن الإرهاب لا حدود له ولا يتعلق بدين أو جنس. أن عسكر آخرين القاعدين بيز بيدا كله كربو بكندا وأن جينا كله رانفورسهم، وهسا الحمد لله بارتنر هسا كوجنتا جا هسا جاي فورمينا يعني جاي انتنا إسبرينس يعني نوتاسيون وبي بيلوتاش أنا باتو et puis déontologie et comme formation de commandant inchallah comme le matériel da bakanda inchallah sécurité ha gan duru nabga au moins 90% ou 100%. إن هذه الدورة تستهدف أيضا وحدات أخرى من قوات الحرس الرحل على شكل دفعات في الأيام المقبلة. عقد كل من مسؤول الإعلامي بمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف مع ممثل الهيئة العليا للإعلام السمع البصري لقاء توعويا حول عرض حصيلة البرامج التوعوية التي قامت بها وسائل الإعلام المختلفة من أجل الاهتمام بالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. حسين النور. هناك اتفاقية قائمة بين الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف مكتب تشاد
وتتضمن هذه الاتفاقية إلى مشاركة وسائل الإعلام العامة والخاصة بعرض قضايا الأطفال والقاصرين وكذا تبيين الصعوبات التي يواجهونها للجميع، وذلك نظرا للدور الفعال الذي تقوم به وسائل الإعلام في الجانب التوعوي. وبعد عمل دام أكثر من 30 يوما اجتمع ممثلي مختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة وكذا المسؤول الإعلامي بمنظمة الأمم المتحدة للأمم والطفولة اليونيسيف مكتب تشاد لعرض حصيلة العمل خلال هذه الفترة. وأثناء اللقاء قدم ممثلي الإعلام السمعي والبصري وكذا المقروء عدد المواضيع التي تمت معالجتها لصالح الأطفال والقاصرين خلال هذه الفترة كما هو المتفق عليه مع اليونيسيف. من ناحيته المسؤول الإعلامي بمنظمة الأمم المتحدة للأمم والطفولة اليونيسيف فرع تشاد قال بأن التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة يؤدي إلى فتح آفاق جديدة لحل المشاكل التي يعاني منها الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. ولا تزال منظمة الأمم المتحدة للأمم والطفولة اليونيسيف واقفة جنبا إلى جنب مع وسائل الإعلام والحكومة التشادية من أجل تعزيز حقوق الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. شهدت ساحة الأمة بمدينة جوز بيضة حاضرة إقليم سيلا فعاليات الانطلاقة الرسمية لعيد الوطني للشباب دورة هذا العام التي جاءت تحت شعار الرؤية السياسية للأعوام القادمة. ترأس الانطلاقة حاكم إقليم سيلا رمضان إرديبو عباس أبو بكر. الاحتفال بعيد الوطني للشباب دورة عام 2018 شارك فيه عدد من شباب مدينة جوز بيضة وضواهيها في فعالية التظاهر الشبابية، وذلك بدعم مادي من قبل الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة أونجاس. وجاء احتفال هذه الدورة تحت شعار رؤية الشباب للعام 2020-2030 تشادنا الذي نريد. بعد الكلمة الترحيبية لعمدة مدينة جوز بيضة إبراهيم بحر الدين، أوضح منسق اللجنة المنظمة محمد قلماي بأن اختيار شعار هذا العام يترجم مدى مكانة الشباب في ظل الجمهورية الرابعة، مضيفا بأن الرؤية المستقبلية لا تتم إلا عبر مشاركة الشباب. حاكم إقليم سيلا رمضان إرديبو أبان بأن الاحتفال بعيد الوطني للشباب يسمح للسلطات العليا لتقييم كفاءات الشباب، مستطردا في الوقت ذاته الاحتفال بهذا العيد له أهمية بالغة للشباب، مناشدا الشباب بضرورة حب الوطن والوحدة الوطنية. ممثل وزير ترقية الشباب والرياضة والعمل بكر عجيب أوضح بأن بناء الوطن لا يتم إلا بسياسة دعم الشباب، مؤكدا بأن الشباب هم العمود الفقري والأساسي في تنمية البلاد، لذا فإن الحكومة التشادية تولي اهتماما للشباب مناشدا الشباب الالتزام وتحكيم العقل والتحلي بالمسؤولية في مطلع عام. ونبقى في ذات الإطار وفعاليات العيد الوطني للشباب، حيث شملت الفعاليات تظاهرات شبابية من بينها إقامة دورات تدريبية للشباب. عباس البكر. مع إعقاء النغمات الموسيقية للرقصات الشعبية لسكان إقليم سيلا، بدأت التظاهرة الثقافية للشباب، كما أن هذه النغمات الموسيقية تتماشى مع فعاليات الاحتفال بعيد الوطني للشباب دورة هذا العام. ورافق هذا الضخم التقليدي مسرحيات تطابق مع شعار رؤية الشباب عام 2020-2030 ومحاربة العنف وإدمان المخدرات. على ضوء ذلك نظم مسؤولو الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة أونجاس دورة تأهيلية لتقوية قدرات الشباب الذين تم تدريبهم في العام 2016 من قبل الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة في مجال الإدارة المالية وإدارة معدات والممتلكات، إلى جانب معرفة أسباب فشل الشباب في المقاولة. وقد استفاد من هذه الدورة 35 شابا وشابة، وسيدرس مسؤولو الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة جميع المشاريع التي تم تقديمها لهم من أجل دعم مشاريع التي استوفت المعايير المطلوبة.
وبمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، نظمت وزارة الثقافة التنمية السياحية أمسية غنائية حافلة بالعديد من الفقرات الغنائية بمشاركة مجموعة من الفرق الموسيقية تغنت للوطن والحب والسلام. آدم حنفي. إن ثقافة الموسيقى تعد من أبرز الثقافات في العالم، مما جعل لها يوما خاصا يحتفل فيه كل أحباب الفن والموسيقى، وذلك بتاريخ 21 من شهر يونيو لكل عام، الأمر الذي دعا مدير الثقافة بوزارة الثقافة والتنمية السياحية بالنزول إلى ساحة الفنان الراحل تالينو مانو، والذي قال في خطابه بأن الوزارة ستعمل جاهدة من أجل تطوير هذه المهنة الثقافية، كما شجع أيضا كل العاملين في هذه المهنة بقية الحفاظ بها. وفي سياق متصل، حيث شهدت العاصمة نجمينة عدة مهرجانات في الميادين العامة والخاصة، وخصوصا في حي مرسال وكذا ساحة كارافيل الثقافية، والتي حينها عبر الفنان ماجي دبي عن سعادته بمناسبة هذا اليوم العالمي للموسيقى، وقال إن هذه الليالي الموسيقية لا شك أنها تركت آثارا إيجابية للفنانين التشاديين كبقية الفنانين والموسيقيين في العالم. ويشار إلى أن هذا اليوم العالمي للموسيقى تولدت فكرته منذ عام 1982 باقتراح من وزير الثقافة الفرنسي جاك لان، وتعتبر تشاد من أبرز الدول التي تحتفل بهذا اليوم الثقافي. ونبقى في الثقافة أيضا، ومهرجان الأفلام القصيرة وفعاليته في دورته الأولى، حيث عقد أعضاء اللجنة المنظمة لهذا المهرجان مؤتمر نقاش بمشاركة عدد من الممثلين والمخرجين وكتاب السيناريو إلى جانب الصحفيين. ديجا محمد. بعد الانطلاقة الرسمية لمهرجان فيتكوم الخاص بإعداد الأفلام القصيرة في تشاد، يجيء هذا المؤتمر النقاشي الذي يهدف إلى مشاركة وتبادل الخبرات في مجال دعم الإنتاج السينمائي وإسهامات الحكومة في تطوير القطاع السينمائي في البلاد، لأنها تبرز قيمة الوطن. حيث ابتدأ المؤتمر بطرح العديد من الأسئلة عن ماهية السينما ولماذا وكيفية دعم السينما، وهل السينما ثقافة أم مصنع، وما دور كل من التكنولوجيا الحديثة والدعايات التجارية لترقية السينما التشادية. كل هذه المجموعة من التساؤلات رد عليها عدد من مسؤولي السينما قدموا من السنغال وساحل العاج والمغرب لدعم وتطوير السينما التشادية. هذا فإن مهرجان فيتكوم للأفلام القصيرة جاء بهدف مساعدة النجوم السينمائيين، بالإضافة إلى تعزيز سياسات تخدم الثقافة والإبداع. قام رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية من أجل الوحدة والتضامن أحمد بشير أحمد بزيارة إلى صهريج المياه الذي دشنه اتحاد الجمعيات لصالح سكان مدينة أبشة. وعقب زيارة تحدث رئيس الاتحاد أحمد بشير، نتابع جزء من حديثه. نحن في اتحاد الجمعيات الوطنية من أجل الوحدة والتضامن دائما ننفذ سياسة رئيس الجمهورية وسياسة الحكومة، وحتى لا نضع كل عباءة الدولة على الدولة، فأبت أنفسنا أن نساهم في التنمية والتطوير والاستقرار، وهذا من مزايا الجمهورية الرابعة. رئيس الجمهورية وعدنا وأوفى بوعده في الانتخابات، ومن مزايا الجمهورية الرابعة قال كل أقاليم تشاد ينعم بالأمن والاستقرار وينعم بالماء الصالح للشرب والكهرباء، ووفى بوعده، لأن اليوم قمنا بميناء صهريج كبير صالح لماء للشرب. ونواعدوكم يا ناس أبشة بأربع صهريج صالح للشرب، ده الواحد. ما زالت تتواصل فعاليات الحملة التوعوية التي يقوم بها تجمع أبناء تشاد من أجل البناء والتنمية حول مخرجات الملتقى الوطني الشامل، تستمر القافلة لعدة أيام قادمة. عبد الله هارون، والمزيد عن هذه القافلة. لا تزال أعمال القافلة التوعوية مستمرة التي يقوم بها تجمع أبناء تشاد من أجل البناء والتنمية حول تفحيم مخرجات المنتدى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة. وتهدف هذه الغافلة التوعوية لنشر الوعي الثقافي وبث الروح الوطنية وسط القيادات النسائية من بنود وتوصيات المنتدى الوطني،
وخلال أعمال الحملة أوضح رئيس تجمع أبناء تشاد من أجل البناء والتنمية فيصل حسين حسن أن رئيس الجمهورية أصدر أمرا يقضي بموجبه منح المرأة 30% من مناصب المسؤولية في خطوة تصل 50% في المستقبل، وذلك تحقيقا للمشاركة الكاملة للعناصر النسائية في اتخاذ القرارات. إن فخامة السيد رئيس الجمهورية في انطلاق الجمهورية الرابعة لقد ضمن للنساء مكانتهم، وذلك عبر إصدار قرار بإعطاء المرأة 30% من حق التعيين في المناصب المسؤولية، وإن شاء الله تدريجيا سوف تصل إلى 50%. أيضا في برنامج سيدة البلاد الأولى الداعمة الأولى أو المدافعة الأولى للقضايا النسائية، لقد وضعت في أولوياتها تنمية المرأة وتطويرها من أجل أن تكون المرأة الشادية هي محور التطوير وأن تكون محور التنمية وتساهم في انطلاق عجلة التنمية التي انطلقت. هذا وقد انطلقت أعمال الغافلة التوعوية عقب نجاح المنتدى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة بعد خروجه بنتائج إيجابية مثمرة وفاعلة للقطاعات الشعبية في البلاد. نظمت جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين يوما إخباريا لمكافحة التدخين في أوساط الشباب. النائب ترأس المناسبة النائب الأول لعمدة مدينة أنجمينة تجاني نورين ياسر أحمد. يدخل هذا اليوم الإخباري والتوعوي لعمد الدوائر العشرة بالعاصمة إنجمينة في إطار الأنشطة التوعوية لجمعية المدافعين عن حقوق المستهلكين بالتعاون مع بلدية إنجمينة، وذلك بهدف إخطارهم وتوعيتهم حول أضرار التدخين في الأماكن العامة والتقليل منها. في كلمته الأمين العام لجمعية المدافعين عن حقوق المستهلكين داود الحاج آدم قال بأننا اليوم نجد الشباب يتخذون من الساحات العامة أماكن لتدخين الشيشة، مطالبا العمد بوضع حد لهذه الظاهرة لأنها تؤثر في صحة المواطنين، كما أن تشاد منعت التدخين في الأماكن العامة منذ عام 2010. النائب الأول لعمدة بلدية أنجمينة تجاني عبد الرحمن نورين لدى افتتاحه رسميا هذا اليوم الإخباري والتوعوي تحدث قائلا: وها نحن اليوم إن شاء الله بمساعدة العدسة لأن يخطروا إن شاء الله، وأن يكون هنالك توعية شاملة في تصحيح مسار البلد والمدينة في هذا الأمر. والتدخين أصلا وفقا للقانون رقم 10 تم منعه منعا باتا في كل الأماكن العامة وتلك الخاصة التي تضر بصحة المواطن. كما أكدوا للمواطنين بأن يدركوا مدى المخاطر والأضرار والخسائر المادية والصحية التي تأتي جراء التدخين، خاصة وأنه من أكثر المكيفات خطرا على الصحة، ولذلك يجب عليهم الإقلاء عنها حتى يتمتعوا بحياة صحية خالية من الأمراض. ترأست صباح اليوم رئيسة جمعية بتكاي النسائية أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها الجمعية لصالح أعضائها بتمويل من قبل الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني. كانت المناسبة بحضور عدد من المعنيين. بحر الدين عبد الشافي. 25 امرأة شاركنا في الدورة التأهيلية التي نظمتها جمعية بتكاي النسائية بالتعاون مع الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني، وذلك بهدف تدريب وتأهيل النساء في صناعة الحلويات والكعك المنزلي. كما قدمنا أنوسة المشاركات في الدورة توصيات وقرارات إلى الجهات المعنية طالبنا فيها بمزيد من الدعم وتدريبهن في المجالات المختلفة. أنا مريش دول، أنا أنيفرسال دول، أستغاني سو غاتو، أنا باتيسيري، سوق ماما أنا بلانجيري، كل شيء علمنا غاني سو، علما يفنا كل بيتزا دول، ومام كل كغاني سو. وقد أعربت رئيسة جمعية بتكاي النسائية عن فرحتها وامتنانها بهذه الدورة التي نظمت لصالح أعضاء الجمعية. والجدير بالإشارة فإن مثل هذه الأنشطة الاجتماعية التي نظمت لصالح جمعيات المجتمع المدني تسهم في تقليل البطالة في وسط المجتمع والقضاء على الفقر. أزيل الستار مساء أمس على أعمال الاجتماع السنوي الخاص بعرض المشاريع الصحية لعام 2017. ترأس المناسبة الأمين العام بوزارة الصحة حامد جبر ممثلا لوزير الصحة العامة بجانب ممثلة منظمة الصحة العالمية في تشاد وعدد من الخبراء والفنيين، وذلك من خلال رفع المشاركون قرارات وتوصيات هامة إلى الوزارة ومنظمة الصحة العالمية لصالح ترقية القطاع الصحي بالبلاد.
شيع صباح اليوم جثمان رئيس السلطة المحلية لكولوم أندوغاسو الزينا الذي وفته ألمانية بعد صراع دام مع المرض طويلا. كان ذلك بحضور عدد من الوزراء وأهالي الفقيد. جرت المناسبة بحي الكائن بحارة شقوة. تقرير محمد صالح الحسين. هكذا شيع جثمان رئيس السلطة المحلية لكولوم بإقليم تانجيلي الغربية أندوغاسو الزينا الذي توفى منذ 15 من الشهر الجاري بعد صراع دام مع المرض طويلا. ولد أندوغاسو الزينا عام 1942 بكولوم التابعة لمقاطعة تانجيلي الغربية، ونال الشهادة الابتدائية عام 1956 ميلادية، وكان ضمن أول دفعة للجمارك عام 1960، واشتغل في الجمارك بمدينة كيلو وبنغور وليري، وعين رئيسا للسلطة المحلية منذ عام 1987 ميلادية، وتوفى وعمره 76 عاما، وترك الفقيد وراءه 37 من البنين والبنات و68 من الأحفاد. أحد أصدقاء أندوغاسو الزينا وصف الفقيد بأنه من الأشخاص المخلصين في جميع الأعمال، وأوضح بأن أندوغاسو منذ توليه رئاسة السلطة ساهم في توحيد أسرته ولم شملها. نقل الفقيد إلى مسواه الأخير. كان هذا كل ما لدينا لهذا المساء، إلى أن نلتقيكم مجددا في أمان الله.